سريعا لفقرتنا اللي حضراتكم بتحبوها، والفقرة الأسبوعية اللي احنا بنقدمها، اللي احنا بنشوف مين عايز يفتح قلبه لأوضة اللبس، مين عنده ظروف صعبة شويتين، مين كل ده هنحاول نجيب كل أي حد عايز يفتح قلبه، والله هنروح له. فمعانا ناس كتير جدا بعتت لنا، فإن شاء الله هنسجل مع الجميع وهنعرض لحضراتكم في أوضة اللبس. معانا لاعب أحمد عبد الحكم المنصورة والمحلة ومنتخبات الناشئين، نروح نشوف قال له أوضة اللبس إيه، ونرجع بعدها نستقبل ضيوف. انا بدات في براعم من المنصوره، ولعبت في الناشئين صعد، ولعبت وانا عندي 15 سنه صعدت للفريق الاول، لعبت دوري ممتاز مع الكابتن حسن مجاهد، بعدها لعبت كاس عالم وانا في المنصوره لما صعد، لعبت كاس عالم 2005 في هولندا مع جيلي، بقى كان جيلي عبد الله السعيد وشيكابالا وسام عاشور واحمد علي العم منعم. يعني الحمد لله الفترة دي. بعدها جت بقى رحت الإنبي، اتنقلت من المنصورة الإنبي بمليون و200، بعدين رحت الإنبي قعدت سنتين في إنبي، وبعدين رحت المحلة غزل المحلة قعدت سنتين، ولعبت شوية في حوالي 6 شهور في الجونة، ورجعت تاني بيت المنصورة. لما صعدت ولعبت عندي 15 سنه فوق، فاول ماتش ليا كان قدام الزمالك، فطبعا كان جيلي الزمالك ساعتها الكابتن عبد الواحد السيد، الكابتن محمود محمود، ابراهيم سعيد، الكابتن عبد الحليم علي، جمال حمزه. يعني انا لما شفت نزل في الملعب حسيت ان انا اتغيرت 180 درجه. بعدين بقى رحت بقى كاس العالم، يعني انا لما رحت المنتخب لما لبست تيشيرت من منتخب مصر كده حسيت ان انا يعني الدنيا مسيعاني، لان لبست تيشيرت منتخب مصر وما فيش حد في المحافظه بتاعتي محافظه دمياط لبس تيشيرت منتخب مصر الا كابتن عصام الحضر، انا بعده. وبعدين لما سافرت كمان كاس العالم حسيت بفرحه، حسيت بنقله تانيه، حسيت بعيشه تانيه، حسيت باللي انا شفت ناس، يعني تخيل اللي انا عمر في حياتي ما كنت اشوفهم ولا اتعامل معاهم. يعني الدكتور محمد علي الله يرحمه هو اللي اول واحد خدني منتخب مصر، وبعدين الكابتن محمد رضوان والكابتن معتمد جمال، يعني انا سافرت معاهم كاس العالم ولعبت معاهم في كاس العالم. اللي حسيت بقى لما اول ما رحت الفندق وقعدنا كده حسيت ان انا اتغيرت، بقى اسمي بقى يتعرف، حسيت ان الدنيا كلها بتتكلم عليا، حسيت ان بلدي كلها المحافظه كلها بتتكلم عليا. رجعت بقى من كاس العالم، رجعت رحت انبي، لعبت في انبي ايام بقى مكان مدير الكوره الكابتن علاء صادق وكابتن امام محمدين. الجيل بقى كان معايا كابتن مجدي عبد العاطي، كابتن ثابت صاروخ، كابتن محمد الحديدي، كابتن مصطفى كمال، كابتن عصام محمود، احمد عبد الظاهر،
يعني الجيل ده، يعني لما روحت انا كمان حسيت ان انا مصر كلها عرفتني. بس انا قبل ما ارجع للمنصوره كنت انا في غزل المحل. بصراحه يعني غزل المحله دي كان كبير قوي 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 وانا بعشقه، وانا يعني لبست تيشيرت غزل المحله حسيت بقيمه غزل المحله. غزل المحله حاجه كبيره. فبعدين بقى قمت المنصوره، بقى رجعت تاني بيت المنصوره. فرجعت بيت المنصوره بقى قعدت فيها حوالي 3 سنين تاني. اخر مرحله ليا كانت فتره المنصوره، فبعدين حصل لي الحادثه. انا كنت انا يعني كنا خلصنا الدوري واخدين اجازه، فكنت راجع عندنا البلد. فكنت راكب ورا واحد، يعني جت هنا قعدت يومين ثلاثه وركبت ورا واحد صاحب المكنه. فبعدين عملنا حادثه، هو انا رجلي زي ما انت شايف رجلي بقالي حوالي الوقت بقالي 6 سنين او 7 سنين باخد علاجات وبعمل علاج طبيعي، ويعني كنت بروح وكانت رجلي هتتبطر. بس الحمد لله يعني في ناس وقفوا جنبي كتير قوي كتير، يعني عندك من المحله في ناس كتير قوي وقفت معايا، الكابتن عبد الرحمن فهمي، كابتن وائل حبيب، كابتن خالد عيد، يعني كابتن عمر فرغلي، كابتن عمر رمضان. ولما جت بقى في اخر فترات اللي رجلي كانت هتتقطع خالص، فربنا بعت لي كابتن حسن، الحاج حسن المزاحي من المنصوره، عمل لي اخر عمليه اللي هي بتاعت كانت رجلي هتتبتر دي، عملها في المنصوره، دفع لي فيها 30,000 جنيه. بعدين بقى انا كنت بعت كل حاجه، حاجتي هنا في العلاج والحاجات ديت. فالناس اللي انا ذكرتهم بتوع غزل المحله هم اللي جابوا لي العفش بتاع بيتش، هم اللي لموا كابتن عبد الرحمن يعني، وكابتن وائل، وكابتن عمرو، كل المحله يعني، وناس من مصر، وكابتن احمد حسن العميد احمد حسن بعت لي. واشكر يعني قوي 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 ابويا وحبيبي كابتن محمود ابو رجاله، بيسال عليا على طول، بيدعمني، يعني الناس دي ما سابتنيش خالص. واشكر اخويا برضك الكابتن السيد سمير دوت، يعني اخويا وما سابنيش، وكان بيكلم ناس كتير عليا. فبعدين بقى الحاله بقى دورت، وانا كلمت يعني في قنوات كتير جات لي في الحادثه وبعد الحادثه، وما كنتش لاقي خالص. تصور معايا وقولوا لي هعمل واعمل، ما فيش حاجه خالص. انا مصدر اقول لحضرتك، انا في ناس هنا في البلد يعني مش شغلاني اللي انا اقف في الملعب الخماسي اجره. فبعدين دلوقتي الملعب جرى قرار اللي هو يتصلح وكده فمقفول. هو دي كان مصدر اللي بيدخلني. ودلوقتي بصراحه والله 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 ما في مصدر بيدخلني الا يعني اللي انا الراجل اللي انا بشتغل معاه خدني، فاتح اكاديميه فخدني وقفت معاه. اقف معاه وبيديني اللي فيه نصيب. يعني انا يعني لما وقعت يعني الحمد لله في ناس كتير وقفت معايا، وفي ناس عملت لي ووقفتني، يعني الحمد لله. انا يعني انا كده اعتبر ان انا وفرق. بس انا طالب، وكل ما حد يجي يا كابتن يصور معايا، انا مش طالب الا حاجه واحده بس، وظيفه تدخل لي بس دخل. بقالهم سنتين يقولوا لي خلاص، ووزير الشباب والرياضه قال لي خلاص، الاستاذ محمد فوزي اللي هو متحدث باسم الوزاره قال لي يا ابني خلاص، يعني كل حاجه عندكم في دمياط خلصت وهتتوظف، الوظيفه جات لك هتجي لك خلاص. وبقالي سنتين ما فيش اي حاجه خالص جات لي، ولا وكل لما اكلم واحد يقول لي ماشي ان شاء الله ان شاء الله هتخلص. وما بقالي سنتين على كده، بقالي سنتين. وانا الناس اللي كانت مدعماني وجايبه لي الفرش بتاع البيت والحاجات ديت، يعني انا بطلب بس انا عاوز وظيفه عشان بس تدخل لي دخل، عشان اللي بيدينا حاجه يعني اللي بيجيب لي حاجه، انا مش عاوز حاجه، انا عاوز وظيفه. انا عاوز وظيفه عشان ولادي، عشان بيتي. ما اروحش امد ايدي لواحد واقول له تعالى. انا لغايه دلوقتي في واحد بيدفع لي ايجار البيت لغايه دلوقتي، ومن بعد ما الملعب اتقفل خلاص، يعني هو ده اللي كان بيدخل خلاص. والحمد لله انا بشكر ربنا على كل حاجه، وبشكر كل واحد ساعد معايا. بس انا اللي طالبه من كابتن شادي، كابتن شادي انت عارف ان انا بعزك وبحبك، وانت كابتني في الملاعب ولعبت مع حضرتك كتير ولعبت معاك، انا طالب منك تقف جنب النبادي عشان خاطر ربنا وعشان خاطر ولادي.
يعني عايزك تقف وتجيب له الوظيفه. كل اللي بيتكلم يا كابتن بيتكلم بس ايه حاضر وطيب وبيكلموني وخلاص. وكابتن شادي انا برضك يعني انت كابتني وليا الشرف اللي انا لعبت ضدك وانت حضرتك في النادي الاهلي وفي الاتحاد، وانا اصلا بعشقك من غير اي حاجه ونفسي تقف جنبي.